الرئيس السيسي يؤكد أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة. السيسي يؤكد دعمه لعملية التطوير في التعليم من خلال المنظومة الجديدة. مدبولي يترأس اجتماعا موسعا لوضع حوافز للإسراع بتنمية سيناء. الثامنة مساء السادسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقلال القضاء سيظل ركنا أساسيا من بنيان المجتمع وحصنا للعدالة والدستور. وخلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، نوه السيسي إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات القضائية بالدولة في إطار مرحلة البناء الراهنة لإعلاء سيادة القانون، مؤكدا أهمية مساهمة مجلس الهيئات القضائية في مواصلة عملية تطوير النظام القضائي المصري وتعزيز دعائمه. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس أشار إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لعملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، شدد الرئيس على أن يكون الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد هو التحول إلى أسلوب تعليم الطلاب المهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وفقا لاحتياجاته وتخصصاته الحديثة، وكذلك الاهتمام بالأنشطة الرياضية فضلا عن المسابقات بين المدارس لاختيار أفضلها. كما وجه الرئيس بحوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية في مصر على نحو يحقق اكتمال منظومتها من مختلف عناصرها لضمان استمرارية تميزها والتوسع فيها مستقبلا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تهدف إلى إعطاء ميزات تفضيلية لشمال سيناء على وجه الخصوص وسيناء بوجه عام. وخلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء لبحث وضع حوافز الإسراع بتنمية سيناء، قال مدبولي أنه سيتم الاتفاق مع الوزارات المعنية على حزم تشجيعية للمواطنين على السكن والإقامة وللمستثمرين الإسراع بضخ استثماراتهم، موضحا أن هناك مقترحات بإعطاء إعفاءات جمركية وضريبية وحوافز للمستثمرين لفترات محدودة. وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من جمع وعرض نتائج مجموعات العمل الخاصة بتنمية سيناء. وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وإحدى شركات الأدوية بروتوكول تعاون بقيمة 25 مليون جنيه لإنشاء مركز متكامل لخدمة ذوي الإعاقة يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة. وأوضحت والي أن عام 2018 هو بداية العمل وحشد المجتمع لصالح ذوي الإعاقة الذين تبلغ نسبتهم 10% من إجمالي عدد السكان. من جانبه أشاد محافظ الوادي الجديد بدور الوزارة في دعم الأولى بالرعاية بالمحافظة. التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوزير البحرية الأمريكي راتشارد سبنسر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب العلاقات الخاصة بالتعاون العسكري، خاصة في مجالات التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق محمد فريد عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة في البلدين. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله سالمين.